أينما كنتم مشاهدينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برامجكم الرياضية 18 عبر قناة الراي نرحب فيكم في مضمون هذه الحلقة بتأكيد المهرجان الحافل لمباراة نهائية لكأس سيدي سمو ولي العهد حفظه الله والتي كانت تجمع بين نادي الكويت ونادي العربي وانتهت بتتويج نادي الكويت بطلا لهذه النسخة للمرة الثامنة في تاريخه نقول مبروك لمجلس إدارة نادي الكويت وأيضا الجهازين الفني والإداري ولاعبي نادي الكويت نقول لهم مبروك على هذا التتويج ونقول أيضا مب... يعني هارد لك لكن مغلفة بمبروك على المستوى الكبير اللي قدمه النادي العربي لك لمجلس اداره النادي العربي جهازين الفني والاداري وايضا اللاعبين وجماهير الفريقين الكويتاويه والعرباويه على هالحفل الجميل بالنهايه اكيد في احد فائز واكيد في احد خسران نقول مبروك لنادي الكويت وهارد لنادي العربي بالتاكيد مضمون راح يكون بهالحلقه كله عن هالمباراه النهائيه لنهائي كاس سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ارحب بمحلل 18 اخوي العزيز محمد الصالح العرباوي هارد لك وجود لك بنفس الوقت هو الصحيح ان تقول لي هارد لك وجود لك هارد لك خسرنا البطوله قد لك على الفريق والمستوى صراحه بشكل عام وشي رحب فيك ابو خالد رحب السادة المشاهدين السادة الحضور كما كبار تحيه خاصه لاخوي خالد, خالد احمد, أحمد. طبعا استاذ محمد لاعب نادي خيطان السابق <applause> وكابتننا الكبير الحالي ما شاء الله عليه اله الله <applause> <لا> مشكور <صدح>. ارحب <applause> فيكم انه ما اشوفه وايد بصراحه <applause> ما اتلاقى وياه وايد في الاعلام ولا حتى في المحافل الرياضيه ففرحان انا سعيد جدا اني اكون معه بصراحه <applause> انا سعيد يعني عشان من اهل خيطان يعني تقدر تقول كذي يعني تقدر تقول أي. العنصريه هذه حلوه <applause> نعم يستاهلون خيطان كلهم يستاهلون نعم فيهم رحب ايضا بحارس منتخبنا الوطني السابق ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مشوار طويل واحد اميز الحراس في الكويت والخليج والوطن العربي يعني شاف كنكول حياك الله الله يحييك ابو خالد وصراحه يسعدني تواجدي معاكم اليوم ومثل ما تفضل اخوي محمد يعني الامانه ابو احمد من الناس اللي نشيد فيهم ونحترمهم ان كان كلاعب وان كان كمدرب يعني صحيح يعني <applause> اتت ثمار جهود سنوات طويله على لاعبينا في المراحل السنيه والامانه انا شاهد على اكثر من مرحله في قطاع نادي الكويت وفي الانديه بشكل عام ونتمنى ان شاء الله ان نستمتع في الحوار في هذه المباراه اللي قدموها لنا اليوم الكويت والعربي باذن الله تعالى اذا في بكابتن العزيز يعني مدربنا الوطني وسجل الحافل ما شاء الله تبارك الرحمن الكابتن خالد احمد حياك الله الله يحييك ابو خالد احمد وسعداء جدا بوجودك معنا الجماعه الاستاذ محمد والكابتن شاب اشكركم صراحه ورس. على الاطراء الجميل هذا صراحه يمكن استحق كثير بحقي انا لكن هم مستحق اشكركم مستحق يعني استحق اكثر وارحب كابتن المدرب السابق واعلام الحالي استاذ عايد ساعتك ابرك يا وفي طبعا انت يا. العود يعني ما يا هلا مرحبا <applause> رحب بمحلل 18 <applause> اليوم من قبلت شوف اللوك مو هو مو صاحبنا واحد ثاني اقول هو لورنس ولا مو لورنس لورنس العرب ولا مو هو ولا مو هو كان حاط كان حاط يوم اقبله ولا, ولا هاللوك الجميل لكابتننا وايضا محلل 18 اخوي العزيز عايد الرضان حياك الله ابو رضان الله يحييكم لك على هاللوك الجميل صراحه وهالأناقة كل هالاناقه اللي قاعد تشوفها برعايه الهوم داشه أيوة نعم والله فيه. يعطيهم العافيه صراحه والله يجيكم على اهلك الحلو والعيد مع الشكر الجزيل للشيخ للاخ حسين الموسى صراحه على هذا الهداء الجميل بهذه المناسبه الجميله وهي نهايه نهايه كاس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه وان شاء الله اعتقد انه راح نستمر على هالوضع هذا وأشوف رده فعل المشاهدين اليوم يعني أي. يعني انت تنتظر اليوم أي. رده اللي, اللي يقول استمر بستمر اذا لا والله شافوا لك احنا نتمنى ان شاء الله من المشاهدين ومتابعينا على يعني هاشتاج برنامج ال18 اعطونا رايكم باللوك لعايد الرضا ونقول لهم اليوم هالمانشيت هو برعايه نهائي كاس حضره سمو ولي العهد شيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ونهائي الممتع بين الزعيم العرباوي والعميد الملك نعم اللي اقول فيه لا صوت يعلو فوق صوت العميد بتالق الحارس الامين القلاف حميد استاهل اليوم بدل وجماهير أستاذ جابر بالامس غطت عين الشمس صراحه مباركه كبيره ولجماهير أمة العميد قاطبة الفوز هذا بأول بأول بطولة رسمية هذا الموسم صحيح وكأس سمو ولي العهد وهذه للمرة الثامنة <applause> ونبارك أيضا لفخر العميد الرئيس الفخري لنادي الكويت معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم ولرئيس نادي الكويت الرمز خالد الغانم ولاعضاء مجلس الإدارة واللاعبين النجوم والجهازين الفني بقيادة أخونا وليد نصار والجهاز الإداري بقيادة عادل عقلة وإن شاء الله تستمر الأفراح في ديار العميد وبنفس الوقت نقول هارد لك كبيرة العربي اليوم خرج بشرف من هذه البطولة ويكفي أنه خرج بالركلات الترجيحية ونقول إن شاء الله الخير بقبال وهارد لك كبيرة لجماهيره وأعظام الجدارة والجهاز الفني والإداري وإن شاء الله نشوف العربي انا اعتقد ان العربي بعد هذه المباراه سيرجع كما عهدناه الزعيم العربي باذن الله ان شاء الله احنا طبعا الكل اليوم فايز يعني بالتاكيد النادي العربي يمكن نقوله هارد لك على النتيجه لكن قد لك على على المستوى وعلى اللوك اللي ظهر فيه النادي العربي لكن نروح لنادي الكويت يعني تعرض خلال الفتره الماضيه لامور كثيره يعني لما نستعرض بأموره ونتكلم بشكل فني نادي الكويت تعرض إلى مطبات بفريق كرة القدم محترفين ما كانوا بهذه الصورة تدخل مجلس الإدارة سريعا في نادي الكويت عمل تغيير في الجهاز الفني عمل تغيير في المحترفين يمكن كثير من الأندية لما تتعرض إلى مثل هذه الظروف يمكن ما تحقق بطولة لكن اللي شاهدناه اليوم في تحقيق بطوله رغم الظروف اللي عاشها نادي الكويت هذا يحسب لمجلس الاداره ويحسب للجهازين الفني والاداري ويحسب ايضا لللاعبين نادي الكويت نقول و مبروك والجماهير العميد لا ويستاهلون جمهور العميد نعم. يستاهلون اليوم الكل ما قصّر حتى التنظيم من قبل ديوان كويتاوي وديوان المعاهدين العميد انا ما الشيء هذا صراحه والجمهور يا جهودهم كبيره بشكل رائع وتضافرهم <applause> كبير والف مبروك نعم. لنادي الكويت وهارد لك لنادي العربي في كل مكان هذا الانجاز واللقب والتتويج للمرة الثالثة في تاريخه ويحصد بذلك اللقب رقم ثمانية ليواصل انجازاته خلال السنوات الماضية الثاني على التوالي حضور كبير جدا لنادي الكويت مبروك للعميد الكويتاوي يا في عشاقة في كل مكان عار لك للنادي العربي ومحبيه في كل مكان مبروك الف مبروك لنادي الكويت هذا تتويج بكاس سيدي سمو ولي العهد حفظه الله للمره الثامنه في تاريخه ونقول مره اخرى هاردك للنادي العربي الكلام عن المباراه بشكل عام يعني كيف نوصفها بمعطياتها كلها في اشواطها الاساسيه باشواطها الاضافيه وصولا لركلات الترجيح يعني ابدا اباخذ انا بعد اذنك اباخذ كابتن ابو احمد م. شكل المباراه بمعطياتها في اشواطها الاساسيه والاضافيه اول شيء ابارك لنادي الكويت مجلس اداره جهاز فني جهاز اداري لاعبين جهاز طبي ما ننسى بعد اقول لهم مبروك وهاردك نادي العربي قدم مباراه صراحه جميله الفريقين الامانه ولو ان ان يعني اسوء نتيجه في عالم كره القدم هي يعني هي صفر صفر ولكن كمعطيات المباراه بالنسبه حق نادي العربي كالامكانيات واللاعبين الموجودين اللي عنده قدم مباراه جميله نادر الكويت نفس الشيء يعني قدم مباراة هجوميه جيده ولكن تنقص يعني تنقصها اللي هي اللمسه الاخيره او الثلث الاخير ان يسجلون هدف شوف يمكن يقولون وايد ناس العربي لعب زين العربي لعب زين في الناحيه الدفاعيه لكن الناحيه الهجوميه العربي لا لم يقدم صحيح ان حصلت له فرصه واحده طول اشواط اربعه صارت فرصة واحدة اللي هي تقريبا احنا نقول محقق النتيجة فقط في أربع أشواط هذا شيء يعني معدل يعني صراحة قليل بالنسبة حق مباراة كرة قدم ولكن العربي لعب مدرب الفريق يعني لعب على إمكانيات فريقه لعب طريقة طريقة النادي العربي اللي مات الموسم اللي فات اللي العربي متعودين عليها وحافظينها وبدون اللاعبين العام بدون لاعبين محترفين قدم اداء زين وحقق نتائج جيده ولو انه ما حقق بطوله ولكن قدم اداء لكن المدرب العربي اللي استفاد منه في 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 في, في مباراه كاس الاتحاد وايضا كاس ولي العهد يعني هل نقول فري. ان ان يعني ابدع اوكي ابدعوا اللاعبين ولكن بالدوري ما في رأة يعني رأة يعني رباط جزاء او ركعة <applause> ترجيحيه كاس ولي كان فيه يعني هدف مدرب العربي اليوم الهدف الاول للمدرب العربي انه ما يسجل عليه هدف، صحيح. عكس مدرب الكويت هدفه انه يبي يسجل هدف. مم. هنا تفرق. فالمدرب العربي يعني انا اتمنى انه 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 يعني مم. في الدوري يعني انه لا يلعب بس بس بنفس الطريقه هذه، لا يعطي يعطي افضليه يعطي اريحيه حق المهاجمين انه يهاجمون. يعني اليوم انت قلت الاسلوب الدفاعي للنادي العربي. وفي الهجوم لم لا يكن بالصوره المطلوبه لا مو فعال كلش مو يعني هذا الاسلوب مع انه عنده لاعبين هذا الاسلوب نجح فيه في الدوري حقق وفاز في مباراتين لا اوكي بالدوري مباراتين انا لعب مع منه بالدوري مباراتين يعني واحد ثانيه ما لعب مع, مع فرق القاسيه الكويت لا لعب مع فرق يعني كمستوى اقل اقل النصر النصر زين لكن في كاس الاتحاد وايضا في كاس والعد في في مباريات يعني فاز فيها فرقه في ترجي يعني ترجيحيه فهذا انا أب أنا, أب انا ما اقول عربي ما لعب زين لا لعب زين لكن بالشكل الدفاعي ممتاز لكن بالهجومي لا لم يكون فعال بشكل, بشكل مطلوب. الكويت استحق الكويت طيب من اول بدايه المباراه الى نهايه المباراه وهو يبادر بالهجوم لاجل تسجيل هدف. ماشي ماشي يعني انا انا شاب انا بوجهه نظري المتواضع <applause> انا اشوف داركو خلق شخصيه لفريق النادي العربي. يعني خلال من استلامه لغايه الان، لكن كلام ابو احمد انه يعني إن العربي لا يجيد الا الادوار الدفاعيه فقط، انت ايش رايك؟ شوف انا يمكن ابو احمد مدرب ويفهم هالامور هذه، ولكن انا هم لي راي ان المدرب عمل شخصيه لفريق نادي العرب يعني الفريق لما كان يمر في مرحله انهزاميه في يوم من الايام، ولكن المدرب مع بعض مجموعه اللاعبين بقياده المدير الاداري اللي هو علي مندني اللي يمكن ممسي عليه بالخير اللي اللي اعتقد انه يمكن استقبل بعض التعليمات من المدرب قال انا احتاج بعض اللاعبين الصغار اللي يدعمون الفريق ويدعمون الخطه اللي انا يمكن احتاجها في 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 بطوله كاس العهد هم المدرب ترى يحسب له يعني اللاعب اقدر انا امسك كره أقدر, اقدر امسك كره واقطها بالملعب أقول لهم له لعبوا عادي ولكن المدرب وهو سبب رئيسي في تقديم اللاعبين في داخل الملعب هذا شيء ما نختلف عليه لا انا ولا كابتن احمد ولا اي واحد المدرب بس شنو المنظومه الدفاعيه لازم انت عندك العناصر الجيدين اللي يقدمون لي اللي انا اتمناه كمدرب فريق ثانيا مثل ما تفضل ابو احمد يعني العربي في في اللي قدمهم ما قدم شيء يذكر في الشق الهجومي ولكن المدرب يقول انا بلعب على امكانياتي الشق الدفاعي وهو مفتاح لعبي في الوقت الحالي، أبادر في هجمات مرتده مثل ما تفضلوا يمكن قاعد نسولف احنا قبلها نحتاج ونقات صراع، هذا اللي يفتقده في الوقت الحالي النادي العربي، يعني نتمنى ان شاء الله النادي العربي يهيئ لاعبينه مثل علي خلف المصاب، بدر طارق اللي صار له فتره ما يتمرن وتو رجع يتمرن، يعني هذول مفاتيح لعب ان شاء الله نتمنى استمرارهم في المباريات الجايه، لأن العربي ما زال في مؤخرة الدوري هذه بطولة وخلصت أبو خالد لازم إدارة العربي مدرب العربي يفكر في الشق الهجومي كذلك في المباريات الجاية لأن عندك دوري في صعود وهبوط إذا أنت بتستمر مثل ما تفضل أبو أحمد بتستمر مثل ما أنت قاعد على الأسلوب هذا بهالطريقة هذه فأعتقد أن العربي <applause> راح يكون في, في خطر في المباريات الجاية محمد الصالح يعني داركو أجاد في المباريات السابقة وصل الى المباراه النهائيه اليوم الكل توقع الكل توقع في معطيات معينه انه يفاجئنا باسلوب اخر عما ظهر عليه في المباراة السابقه اول شيء ابو خالد انا بس قبل اروح حق داركو وغيره بصراحه انا حضرت الملعب احب اشكر التنظيم بشكل عام لان انا كل نهائي حضره بصراحه ما شفت افضل مع كامل احترامي لما كان في السابق ما شفت افضل من التنظيم اليوم يستاهلوا منظمين جدا وبسلاسه وابتسامه رائعه وصراحه وعلى راسهم شكرا للعلاقات العامه في الاتحاد قيادة اخونا حمزه, حمزة الشطي ابو والمبتسم دائما بدانا اللي دائما يلاقينا ابتسامه باي مكان انا ما ابي أسميه واحد واحد علشان بس لا, انسى الجميع بس حتى الحرس بس بس الاميري وغيره دائما تطرقت دائما تطرقت يعني كنا نتمنى احنا ان انه يكون في تطوير بالتتويج يعني شكل ستيج لا اوراق لا هذا هذا ابو خالد يعني امر اخر إن أنا, يكون انا اتكلم عن يعني كلمة, كلمه كلمه للاتحاد بس فقط سلاسه انا اتكلم ابو خالد عن سلاسه الدخول والخروج م. والعمليه التنظيميه و صحيح. يعني يعني صحيح امر حتى عدم اصطحاب الاطفال، الالتزام بالزي وأمور كثيره يعني م. بصراحه في اشياء وايد هم ضبطوها حتى في الدخول والخروج كانت سلسه جدا صحيح. ورجال الداخليه يعطيهم الف عافيه من في وفي كل مكان بصراحه يعني اليوم اللي قاموا على النهائي نقول لهم شكرا جميعا من اصغر واحد الى اكبر واحد على يعني اساس بس ما نهضمهم حقهم ونقول نحب نوصل لهم شكرنا يعني نوصل لهم امتناننا الكامل صراحه صراحه لكل اللي سواه اليوم في هذا جزاك الله خير وبيض الله وجهك على على هالنقطه الجميله هذه <تصفيق> <ترجع> <تصفيق> لنقطتنا <حد. تصفيق> نرجع لنقطتنا نقطتنا نرجع لنقطتنا الكل توقع ان داركو بعد ما قدم مباراة باسلوب دفاعي وقدر يوصل مباراه النهائي اليوم الكل كان يفكر ان العربي يقدم ولو تغيير بسيط على الصعيد امر امر صعب جدا صعب جدا هذا التغيير البسيط هذا قاعد اتكلمه مو مع نادي الكويت اول انا يعني حتى نسيتني حتى المباركة. <applause> انا ابارك لنادي الكويت بصراحه كل كويتاوي من اكبر كويتاوي بالبلد الى اصغر كويتاوي يقول لهم مبروك البطوله وتستاهلون ادوا دائما وهو فريق مو غريب عليه البطوله يعني هو كان يحقق بطولات في الفتره الاخيره كلها محتكر البطولات في الفتره الاخيره وتدري احنا دائما نصير ضد المحتكر دائما نبي نفتك منه بغض النظر هذا امر طبيعي يعني اي فريق يسيطر انت تصير ضده هذا ما ودك انه يسيطر فريق معين التنويع هذا امر طبيعي فما بالك اذا كان فريقي اللي قاعد يلعب يعني آه التغيير ابو خالد مع نادي الكويت امر صعب جدا انت قاعد تتكلم حاليا يعني أن اقوى فريق موجود بالكويت واكثرهم استقرارا غير نعم غير محترفين نعم تبديلاته لكن كصيت حامل لقب تكلم عن نادي الكويت جاهز دائما باللاعبين المحليين اي انا اغير قدام نادي الكويت راح يكون الامر صعب جدا حتى لو يعني ابو خالد لو كانت الخساره سواء كانت في البلنتيات او في 90 دقيقه والمدرب مغير اعتقد ما حد راح يرحمه ممكن ايقاته تكون على شعره معلقه بشعره لان انت قاعد تلعب بطريقه معينه تاهلت فيها على نادي القادسيه وعلى نادي البرقان من ثم وقبل النهائي مع النصر تغيرها مع الكويت ليش؟ وهو ترى للعلم يعني ما اقول لك العربي هو نعم لعب بتنظيم دفاعي نعم خاص لكن البلنتيات يفترض انها لصالح العربي خلينا نتكلم بواقعيه ابو خالد يعني النسبه ولو كانت بسيطه ها منو الاعلى اللي يفترض قبل المباراه انه يفوز الكويت بصراحه نتكلم طيب. فالعربي طيب. آه انا, أنا عنده اسلحه جزئيه ركلات الترجيح راح اتكلم فيها راح اخصص ايه. لها وقت أوكي. صح ايه. انا اتكلم عن العربي العربي آه اذا كان راح ياخذ المباراه راح ياخذها بطريقه معينه مم. عنده طريقه او طريقتين لكن نادي الكويت عنده طرق كثيره انه ياخذ المباراه فيها. <applause> والعربي اجاد في طرقه، وصلت المباراه الى البلنتيات فكانها من صالح العربي حاليا البلنتيات، اصبحت شكليا لصالح العربي. <applause> فمعناته ان المدرب طبق شيء صحيح. تختلف <applause> انا اختلف في بعض مراكز اللاعبين، في بعض الابقاء على اللاعبين داخل الملعب، على <applause> سبيل المثال اليوم العربي كان يلعب ناقص ناقص لاعب ماريون ماريون <applause> ولا في الملعب. لا فهد العربي في الناحيه الدفاعيه ولا فهد العربي في الناحيه الهجوميه ولا هو نظم عمليه خط الوسط طيب على شنو وجوده وما تبدل اللاعب لعب ال 120 دقيقه وسدد في ركلات الترجيح وضيع بلنتي امر غريب نعم لكن لما تكلمني عن المنظومه بشكل عام المدرب لا انا لا يمكن اقول انه يغير طريقه اللعب في لاعبين بصراحه يعني انا انا اشوف انه مثلا عبد الله الشمالي حرام يضيع بلنتي يعني ما يستحق عقب الاداء اللي اداه داخل الملعب ما يستحق ابدا أن يضيع بلنتي ويكون اخر بلنتي للنادي العربي ويضيع عبد الله الشمالي صراحه حرام جدا يعني ادى اداء جبار رائع جدا كذا لاعب احمد احمد ابراهيم اداء ولا اروع طيب. المحترفين كذلك خط <applause> الدفاع تكلم عن كذا لاعب ابو خالد انا انت هذا... تسرد لي ترى كل نقاطي يا ابو محمد خلاص أنا أي اصغرها أي شوي أي لا, أي لا <applause> لان انا بني يعني نبي نعطي كل ذي حق لا الحق. بس بالعكس يعني النقطة بالأكس. انا انا اختلف مع اخوي ابو احمد اللي في جزئيه انه إن يقول لي ما حصل العربي فرص الا هي فرصه واحده واعتقد تقصد فرصه السنوسي أي نعم مم. في كره بالشوط أول دربكه صارت امام المرمى واللاعبين العربي اللي ما شات اللي ما ادري كانت سهله جدا وبالاخير طلعوا الكره لبرا وردوا وعادوا الهجمه من اول جديد هذه فرصه ما راحت داخل السته الفرصه اللي فلتت ميد حميد كذلك ما ما استغلها العربي وما شاتها ما شاتها بالشكل الصحيح ايضا فرصه ثانيه في الشوط الثاني دخلنا لفرصة اللاعب المحترف سيدريك هنري هو ضيج على نفسه بالاخير صارت شوته يعني شكلها عادي جدا لكن لو مستغلها باي شيء يعني كانت في محاولات بالعربي <applause> يعني كانت في محاولات في فرص للعرب <applause> يعني مو فرصه <applause> واحده اي لا هي مو فرصه واحده <applause> العربي كانت في محاولات وصل <applause> الى اربع خمس فرص في المباراه يعني كانت لا يعني من جانب العربي بروح لطرف نادي الكويت مع اخوي العزيز عيد رضوان الكويت اليوم صحيح استحوذ على الكره <applause> الكويت اليوم قدر يوصل اكثر من العربي قدر يهدد اكثر من العربي لكن في معطيات الكل شاهدها. في رتم بطيء، في نوعًا, نوعا ما من الفوضى شوي في خط الوسط. في كانت مشكلة مشكلة فنية وين كانت مشكلة هذه مشكلة ان النادي العربي لعب بتنظيم دفاعي مميز. واجادوا فيه جميع اللاعبين مع مدربهم صراحة. العربي اليوم لعب بواقعية وهذا الصح. انا ما افتح اللعب مع نادي الكويت وبعدين ابتلش. لعبت بواقعية وتنظيم دفاعي واعتمد على الهجمات المرتده السريعه لعل وعسى اليوم صراحه باستاذ جابر كل الاجواء كانت مهيئه لنشاهد مباراه مثاليه في ختام نهائي كاس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه من التنظيم ولا اروع صراحه ارضيه الملعب ولا اروع ونشكر الهيئه على على ذلك تحكيم مميز بقياده ساندرو تشير وطاقمه ولكن الشوط الاول صراحه صدمنا بشوط عقيم مم. و و و وجامد واللي كسر جمود هذا الشوط تسديده المحترف البرازيلي الجديد بسمارك بسمارك اللي ارتطمت باسفل القائم ل عبد الغفور عبد الغفور وهي بالدقيقه 6 46 يعني مع نهايه الشوط الاول مم. العربي فعلا الكويت استحوذ هذا ولكن استحواذ سلبي لا يسمن ولا يغني من جوع العربي العربي مثل ما قلنا لك لعب بامكانياته وقاعد يلعب بالتنظيم الدفاعي المميز ويستدرج نادي الكويت ويلعب على مرور الوقت وخروج لاعبين نادي الكويت عن النص ونجح برضه ونجح طبعا هذا ونجح طال عمرك وبعدين النادي العربي كان يتهيأ لفرصة. مه. ولكن بدينا الشوط الثاني شفنا الكويت رمى بجميع ثقله. أنز... أشرك جميع المحترفين اللي تعاقد معهم في مه. الفترة الأخيرة. أمجد عطوان وعلاء أمجد عطوان وعلاء وبسمارك مه. وتواجد والزنكي وأيضا يوسف ناصر مه. يعني رمى بكل ثقله وفعلا دانت لها السيطرة في الشوط الثاني مه. ولكن أيضا اصطدم بتنظيم دفاعي مميز من النادي العربي مه. على أمل أن يخطف الهدف. واتت الفرصه للنادي العربي في الدقيقه 82 م. للمحترف الليبي السنوسي م. الذي اضاع حلم العرباويه كانت كره مقشره ونازله بس حطها بالجول ترى كان العدد اربعه عرباويه وثلاثه إيه؟ من نادي نعم هذه يعني اربعه على ثلاثه هذه الفرصه اللي كانت هيئ لها النادي العربي ونجحت ولكن م. انا اقول سوء توفيق للمحترف الاميز في النادي م. العربي اللي هو السنوسي اضع هذه الركله الهدف هذا واضع حلم العرباويه معاهم وبعدين طبعا العربي استدرج نادي الكويت للركلات الترجيحيه الى ان وصلنا الى الركلات الترجيحيه ووصلنا الى التحدي الكبير بين الكبيرين حميد القلاف وسليمان عبد الغفور وشفنا صراحه ركلات ترجيحيه مميزه تفوق فيها عبد حميد القلاف بصد ثلاث كرات م. وايضا تفوق سلمان عبد الغفور بصد ثلاث كرتين ودانت السيطره لحميد م. القلاف طيب. ورفع كاس ايه؟ سمو ولي العهد للمره الثامنه بتاريخه وهي البطوله الرسميه الاولى هذا الموسم هذا الموسم لنادي يعني. الكويت ابو احمد شنو يعني استحواذ سلبي لما نقول نادي الكويت سيطر لكن استحواذ سلبي على على كلام عايد السؤال سلبي انه يعني ما في فعاليه بالهجوم يعني انا لما استحوذ بشكل عرضي ليش ما كان في فعاليه؟ يعني لما اتكلم انا لما اتكلم <applause> بوجود فيصل زايد نعم. بوجود الطراروه بوجود عبد الله بوجود نعم. المحترف البرازيلي بس, بس <applause> مارك اللي ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم بين انه نعم. لاعب جيد ويجيد نعم. نعم. يعني في معطيات كثيرة السوق موجود يعني في زيادة عددية كانت. نعم تالق يعني صراحة منظومة نادي العربي من الناحية الدفاعية أنت لما تلعب خمسة يعني خمسة من الدفاعية في في نص الملعب من نص الملعب الدافع أنت نص الملعب خمسين متر لما خمسين متر أخذ عشرين متر خط الثمنتاعش عندك ثلاثين متر ثلاثين متر ليه خط النص هذا لما أنت تحط عشر لاعبين وخصوصا مسكر الاطراف الكويت، الكويت كان قبل يعتمد على جمعه سعيد بالعمر الحين ما عنده حل بالعمر فاعتمد شنو على اطراف اطراف العربي خمسه يعني واقفين ورا يعني آه صفر بمراقب م. فهد الهاجري آه فهد فريح, فريح فريح مع آه مشاري آه فريح مع يعني مع آه مع مشاري ولا م. مع يعني مع بسمارك يعني العربي كان تنظيميا كتنظيم اغلق المساحات اللي يحتاجها لعب الكويت يحتاج لاعب الكويت يمكن يملك آه سابقا طيب. جمعه سعيد اللي عنده الحل الفردي طيب المحطه ولكن احمد, أحمد على جزئيه بس بس جزئيه واحده يعني لما انا اتكلم يعني سهل جدا تبرير انه انا والله اقول والله فريق مسكر بعدد كبير من اللاعبين عرفت ما اقدر ما عندي حلول طيب مو معقوله في كره القدم تملك حلول أي صح الحلول اللي تملكها في في في, في تنظيم النادي العربي اللي هي التسديد وكره ثابته والمهارة الفردية والمهارة الفردية فقط لأن العربي مسكر واقف بشكل صراحة جيد مغلق العربي مو ترى مع الكويت مع القادسية اللي يملك لاعبين عندهم لاعبين يملكون مهارات فردية هم يعني اغلق المساحات على على نادي القادسية فأقول لك اليوم يعني يمكن الكويت افتقد ترى على فكرة الكويت افتقد يوسف ناصر افتقد طلال الفاضل افتقد جمعه سعيد ثلاث لاعبين مهمين ترى هذيلا سامي صانع وسامي الصانع أربع لاعبين من ركائز نادي الكويت ولكن الكويت اليوم أه بالاطراف فهد عنيزي فهد هذا الشوط الاول يعني يمكن رفعه وممكن اربع خمس عرضيات لكن ما عندك المهاجم اللي <applause> اللي داخل البوكس يعني اللي يملك طول قامة يملك يعني مو مثل يعقوب يعقوب لاعب مهاري لاعب حق ثنائيات لكن كرات العرضيه اللي اللي هم الكويت ان هم يروحون بالطرف يلعبون ما نجح فيها لتواجد ثلاث لاعبين من من قلوب دفاع اللاعبين العربي زائد صحيح. حارس مرمى فنسبه نجاح الكرات العرضيه عند نادي الكويت ضعيفه التحسن السلبي ما في مسانده يمكن سيسوك شفناه بعدين قام يساند لكن بريتشي مع سيسوك ما كان يساندون اي كره عرضيه حق الكره الثانيه فصار ضعف عندنا وما في وما في مساحه حتى حق فيصل زايد لو شوف لاحظ المباراه فيصل زايد يتحرك ورا بين الخطين بين المدافعين وبين لاعبين النص لكن ما حد يمول فيصل زايد يمكن نقول ان فيصل زايد ما طيب. ظهر مستواه لكن فيصل ماشي ما يعني ما كرات طيب. بس انا طافتني آه. واحد صراحه اللي, اللي, اكمل جماليه النهائي اليوم صراحه الحضور الجماهير الطاغي وخاصه حضور جماهير العميد الملكي ترى حتى الأربع جايك انا بالدرب جايك أي. لا تستعجل جايك وجودك في الملعب يا ابو لان لان لا اسمع جايك هاي ابعد شبدي انا اقول لك حضور جماهير العميد الملك اليوم كان تنظيم مميز لهم وحضورهم طاغي وبالاعلام والصوره الجماليه اللي اضافوها في استاد جابر وانا ليش ما اتكلم عن الجماهير العربي؟ لان الجماهير العربي حاضرين حاضرين اينما حل وارتحل الزعيم العرباوي بس اليو... اليوم, اليوم العرباويه موجودين اليوم. اليوم الجماهير حتى... العرباويه المخلصه حتى تتابع فريقها في في الظروف صحيح فما بالك اذا وصل النهائي تحيه للجماهير العرباويه وايضا تحيه للجماهير الزعيم الملك. اللي صراحه تصيد علي لا والله ما يصيد انا اقول انا احب الجماهير العرباويه الجمهورين اضافوا إيه؟ جماليه حق المباراه 30 الف, ألف أبو يا ابو خالد 30 الف العوائل اليوم ما شاء الله عوائل طيب. عوائل. ما شاء الله تبارك طيب. الرحمن وجودك يا ابو رضوان هناك بعد وجودي المدرب الوطني يمسي عليه بالخير وهذا نقول له مبروك على اول بطوله حققتها مع نادي الكويت وتستاهل كمدرب وطني وانت ابن نادي الكويت فما حققها لاعب لاعبا ومدربا بالتاكيد وليد عشرة. انجاز انجاز كبير ويحسب له يعني آآ آآ وليد نصار لكن اليوم قراره بوجود بالسمارك هذا اللاعب البرازيلي وقراره قرار يلعب طول هالمباراه قرار جريء يعني و... ما تشوف يعني يعني اعتقد تمرين واحد او تمرين ونص بخالد لما مدرب يحط ثقته في هاللاعب ويدري ان هاللاعب راح يسوي له اضافه فاعتقد ان المدرب ما ما راح يكون عنده خوف انه يزيد فيه داخل الملعب وهذا ما أثبت ما اثبته اللاعب في هذه المباراه قدم مباراه ولا اروع في الشوط الاول من ضمن الفريقين كان اللاعب الابرز اللي صحيح. تحرك بالملعب لا في الملعب كان له ظهور لاخر كره والأميز. اللي سددها بالعرضه الاميز في الشوط الاول فهذه تحسب للمدرب وتحسب لاختيار اللجنه الفنيه في نادي الكويت لهذا المحترف لانه اضافه كبيره لنادي الكويت، لما لما محترف في يومين يقدم مباراه كبيره ضد جمهور ما يقارب 30,000 ألف فهذا لاي. شيء كبير بالذات في اختيار هذا اللاعب، انا أهم من بتكلم يعني عن مباراه يسمونه وليد نصار يعني لا يخفى عليك من المدربين اللي انا قراب بالنسبه لي اخو عزيز واشتغل في نادي كاظمه اعرفه شخصيا مدرب جريء يملك يعني حس كروي جميل هذه فرص فهذه فرص اللي حصلت للآن ما كان خايف يعني شوف رغم, رغم, رغم ان المدرب جديد وداش في تحدي جديد ويلعب بهالنهج وبهالاسلوب فهذه تحسب للمدرب صح لان المدرب يقول لك العربي منتشي قاعد يقدم مستويات جيده التكتل الدفاعي انت شايف مثل ما قال احمد ترى ترى العربي في مباراه القادسيه والكويت منع جميع سكر جميع خطوط الخطورة على على جميع اللاعبين في صحيح. نادي الكويت في نادي القادسيه هذا في الأدارة تكفى هذه بس هذا بس اقبال ال قول لي واداره الكويت ما ترحم اي صح هذا <applause> انت ما سويت انت شنطتك على ظهرك انزين والمارشال ما موجود و... فتحسب <applause> له فتحسب له نبارك له وانا ما باركت نبارك له ونبارك لجهاز فني مستحب. واداري نادي الكويت مستحب. يستحقون <applause> هذه البطوله لان يعملون في جد خلينا نكون واقعيين اداره يعني نحترم جميع اداره الانديه <applause> ولكن اداره جديه في هذه بالتاكيد, فيها بالتأكيد أنا, انا بروح معاكم لتقرير طبعا كاميرا برنامج الثمانية عشر سجلت لقاء مع اداريين ولاعبي النادي العربي بعد نهايه المباراه نشوف معاكم مو مكتوبه لنا، إن شاء الله بنعوضها بكأس الأمير، سوينا كل شيء علينا، لكن هذه كرة القدم ما توفقنا في, في النهائي في, في ركلات الترجيح، مو مكتوبه لنا، إن شاء الله بنعوضها في في المباريات القادمة إن شاء ما شفت بلنتي اليوم أحمد؟ الشباب كفوا وفوا، لكن ما صار نصيب، ما شاء الله من الخمسة اللي شاطوا وهم من الأميز يعني بالتسديد، لكن هذا قرار المدرب، اختار اللاعبين الخمسة اللي بيشطون جزاء، فممكن السادسة السابعة نكون موجودين فيها. هذا آه راي المدرب اللاعبين اي واحد لو شايتها خلاص بس مو مكتوبه لنا فالحمد لله رب العالمين ان شاء الله بنعوضها في الجايات آه الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل انا اقول حق لاعبين طبعا اقول حق الكويت مبروك هارد لك لجماهيرنا واقول حق لاعبين الله يعطيكم العافيه كفيت ووفيت بالمباراه آه خسرنا بركلات الترجيح آه مكتوبه المباراه اديتوا اللي عليكم راضين كل الرضا كل الرضا عنكم وان شاء الله عندنا استحقاقات ان شاء الله جايه ان شاء الله اختيار يعني. بندر السلام امام الجماهير في ركله الترجيح كانت موفقة؟ قصدك على قصدك شان عمره يعني أي. هو اصلا هو لاعب اساسا يسدد ركلات 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 الجزاء يعني مع فريقه ما حزنيه كله ويسدد يسدد فهو متمكن رجل. لكن احسن لاعب افضل لاعبين بالعالم ممكن يضيعون وهذا توفيق من رب العالمين يعني <applause> اهلا بكم من جديد محمد صالح يعني انا باخذ مقتطف اللاعب احمد الصالح المحترف يعني تحت الهواء تكلمنا انه ليش احمد الصالح ما سدد ويكون احد اللاعبين العرب اللي سددوا يعني والناس تتحدث يعني كثير من العرباويه قالوا ايش معنى بدر بندر السلامه لاعب صغير 17 سنه مخاطره انه يسدد في مباراه نهائيه معطيات كثيره لكن لكن الكلام اللي قاله احمد الصالح يقول ان انا ما طلب مني المدرب. اوه ابو خالد يعني كل عارفين المنوال، اذا انت ما تقدم تقول انا مستعد اني انا اشوط اكيد ما راح يطلب منك المدرب. يعني اعتقد انه اول أو سؤال او ما يعرفه او ما يعرف ما يعرف احمد او ما سدد لا لا لا, لا. بس ترى قبل المباراه ما قطع كلامك ابو خالد قبل المباراه احمد الصالح قال انا مستعد لكن المدرب ما طلب مني ابو خالد قبل المباراه ما اقطع كلامك بخلي عبيد يكمل. ترى طيب قبل المباراه ويدرون الشباب ترى طيب قبل المباراه بيومين ثلاثه عندك تسدد ضربات جزاء آه. تعتقد المدرب شايف جميع اللاعبين عند, عند أيه القائمه عند القائمه مختار وغايمة. مختار وهو المدرب وهو اللي يختار ترى المدرب وهو اللي يتحمل اختيار اللاعبين طيب بس محمد رد عليك بو لا لا تكمل لا لا انا قاعد <applause> لا, لا لا انا قاعد اقصد قبل المباراه انت قاعد تكمل ماخذ جزئيتك اللي انت هو اللي هو يختار راكب كلنا عارفين ان انا كلاعب انا جاهز كابتن عند المدرب يختارني ما يختارني هذا موضوع اخر. مم. انت بالشكل اللي تطالع اللاعب والله اللي تنعز شويه مم. اللي منزل راسه اللي طالع الصوب الثاني هذا ما اعتقد بو احمد أنا بروح واضح, للعبة. للعبة. واضح, الأمر <applause> واضح الامر واضح <applause> الامر ل... 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 للمدربين يعني من <applause> انا ما اقدر اختار لاعب ما يبين لي انه هو جاهز. مم. انا اضافه الى ان اشوف الحديث زايد ان بندر السلامه ضيع عندي كبت الفريق عبد الله الشمالي كلامك تدري ليش ان الركله الثالثه؟ هذا التوقيت هذا هذا الجيل اللهم صل وسلم بارك عليه عبد الله كيف الفريق ويا بلنتي؟ مم. الامر خل عبد الله الشمالي كيف الفريق؟ مم. قبل بندر السلامه مم. محترف ماريون صح محترف مم. مضيع بلنتي قبله اضاعة البلنتي هو لاعب النادي العربي مم. ضيع بلنتي الصالح. لاعب صغير صالح. لاعب كبير لاعب محترف مم. هذا الامر مو فارق انا وايضا يعني رساله بس. الى بندر انت تضيع بلنتي مو معناته انه مو معناته ان انت مثلا والله انا اشوف الناس لأنه يا صغير يا السعر ولا السعر لانه ولا لا, لا, لا 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 بخليك تسلسل والله بخليك تقولها والله العظيم بخليك تقول اللي عندك لكن انا بقولك الجزئيه يعني يقول لك الركله الثالثه الكره العربي ضيع ركله كانت الاجواء ما تنحصر منه لاعب انا الحين محتاج لاعب خبره اكثر هدوء في التعامل في الركلات فعند الركله الثالثه انا محتاج لاعب خبره فهذا كلام اللي يقولون العرباوية تفضل انا فاهم هذا كله ابو خالد اذا اللاعب هذا ما يشوت بلنتي في المرحله السنيه اللي هو يلعب فيها مو لانه لاعب صغير في في الدرجه الاولى هو رك... هي ركله ننص جزاء ابو خالد موجود نقص الخبره موجود بشنو موجود العربي يا مو بندر سلام. يا ابو خالد انا تكلمني انت نقص الخبره بشنو بالضبط اللاعب يسدد ركلات جزاء الامر طبيعي جدا الامر طبيعي جدا اكيد تمرين عليها من قبل لاعب داش بالفورمه مع الفريق الاول فهو لاعب فريق اول شوف لاعب فريق اول 100% هو قاعد يلعب حاليا بندر السلامه قاعد يشارك بالفريق الاول اكثر من لاعبين اللي هم اساسا بالفريق الاول فلا يا بندر وانا اقول لك لا حتى انت ابو خالد ولبندر السلامه الامر طبيعي جدا انك تسدد ركله جزاء وتضيع طيب في لاعبين اثنين من الكويت ضيعوا ركلات جزاء سيسوكو ويوسف ناصر تخيل يوسف ناصر المسدد أنت تشوف الاول انت تشوف امر طبيعي؟ امر طبيعي جدا يتقدم لها والشجاعه الكبيره جدا من بندر السلامه انه يروح ويسدد وللعلم تسديدته جميله ورائعه جدا لكن اللي ابدع فيها حميد يعني ما نقول بندر ضيع حميد صدها حميد صدها اقرب من انه انا كحارس مرمى يعني بلنتي بلنتي بندر بلنتي السلامه الشمالي طيب بلنتي الشمالي بلنتي الشمالي وبلنتي بندر انا اقول لك اياها والله العظيم ما انا قاعد وقفه الشمالي والله قلت لهم قبل لا يشوت راح يشوتني وبلنتي بندر هم لان هذه خبره ترى حتى ترى حارس مهاره عنصر وطني اسمعني اسمعني قاعد اتكلم يعني عملاق شاب كنكولي يعني ما عليه ما عليه والله انا اكمل لك وقفه اللاعب تأس عليه هذه الجزئيه هذه الجزئيه اللي تتكلم عليها العربيه هذه الجزئيه تتكلم عليها العربيه انا انا كلامي كلامي بندر سلامه احد اميز المواهب الجديده في كره القدم الكويتيه نعم وقسما بالله مكسب كبير ليس فقط العربي ولكن مكسب الكره الكويتيه وبندر السلامه طيب فيكم قومين الدنيا ضايعه لا لا, 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 لا ما انا قاعد اقول لك لا لا لانه صغير لأن ما أنا شيء اقول لك انا قاعد اقول لك والله العظيم والله العظيم انا واحد من الناس انا فرحت لما شفت بندر السلامه يسدد في شجاعته انا محتاج كره القدم الكويتيه محتاج لاعبين شخصيه قويه نفس بندر السلامه هذا واحد لكن العرباويه يقول لك يبقى انا محتاج بطوله انا وصلت للي انا أبيه في ركلات الترجيح في لاعبين عنصر يعني. خبره موجودين في دقه الاهلي آه عفوا باللاعبين مفروض ان اللي سالته حكيت اكثر مني تفضل. خلنا اجاوبك ابو خالد عندنا اثنين محترفين ما تقدم واحد وقال انا بشوت بلنتي بندر السلامه الشجاع قال انا بشوت البلنتي لما يسالك المدرب يقول لك بندر راح تشوت تقدر يقول لا لكن ما قال لا يعني الحين اختيار ولما هو يتقدم باللعبين. الحين انا يعني جايك يا ابو خالد اقول لك انا اقول لك لما المدرب يقول اللاعب هو اللي يختار ابو خالد وايد وايد ما كمل اول جمله تاخذ انت سبع جمل قبلي ابو خالد انا قاعد اقول لك المدرب قال له تشوت قال نعم اشوت طيب ما قال حق المحترف قبله ولا هو شايف أول مدرب شايف أن بدر السلام افضل محترفين اذا انت لك قاعد تتكلم لك حلو 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 أختيارك أختيارك أه بس خالف بس انا اوضح لك نقطه شوف البلنتي نفسه شوف البلنتي اللي ضاعوا من العربي بلنتي عبد الله الشمالي وبلنتي ماريون وبلنتي بندر السلامه اكثر دقه فيهم بندر السلامه ابعد زاويه عن الحارس بندر السلامه وجات فيها حميد ليش انا اقول لك حميد اللي صدها اقرب ان تقول حميد صد الكره اكثر من ما تقول بندر ضيعها مم. لما د... بلنتي ماريون قريب ب... جدا من حميد صح بلنتي بندر افضل من بلنتي ماريون ايضا لكن لما تضيع وتسجل هذا امر طبيعي جدا مار يحصل لكل اللاعبين يوسف ناصر مم. نجم الهجوم يم... على مدى عشر سنوات في, في المنتخب يوسف ناصر مهاجمنا الاول ما فيها كلام مهاجمنا الاول في الكويت ضيع البلنتي طيب محترف نادي الكويت ضيع البلنتي محترف مم. العربي ضيع البلنتي مم. كابتن ماشي. العربي ضيع البلنتي احمد شوف شوف انا بسلك بس سؤال واحد ركلات الترجيح في اختيار الحكم اختيار المدرب على عنصرين يجيد التسديد ام عنصر الخبره عندك شوف قبل المباراه خلينا نقول فتره لازم المدرب مو قبل المباراه بيوم لازم قبل المباراه فتره لازم, المباراة بفترة لازم آه. المدرب عنده لاعبين معينين زين يخت... هو يعني طبعا يجربهم زين على اساس انه يسدون قصد الجزاء آه. قصد الترجيح او او الجزاء احنا الحين في انتهت المباراة الحين انا بختار اللاعبين لازم عندي قائمة انا كمدرب مع مساعديني عندي قائمة ان هذا شوت زين هذا هذا افضل هذا هذا لا خلى بعدين خلى الخامسة خلى الاولى هني انا بعدين انا اروح اسال اللاعبين اللي انا حاطهم القائمة اقول الخمسة يقول خمسه هني اسال انا اسالهم اقول لهم من اللي يقدر اذا مثل قالوا سبعه اقدر هني انا المدرب انا اختار هني مو بكيف أنا أنا أختار هذا الحكي اوكي انت راح اشوت انت 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 شفت السؤال هذا اللي انت سالته الحين إيه؟ اللي تقول المدرب يسال المجموعه اللي قبل مم. في السابق كنا نشوف ورقه يسلم على اللاعبين ويسجل ويدون هذا واضح ان الاختيار في اللحظه في اللحظه هذه كان في السابق واضح لكن الان في هذه المعطيات لا لا انت الحين قاعد تقول منو فيكم يبي يسدد؟ طيب الكلام اللي يقال الان وين قاعدين ليش ما كان بالامس؟ ليش ما كان انه والله عندي خمسه عنده سته؟, هو, ستة هو, هو عنده بس في لاعبين يقول لك في لاعب يعني وقت وقت يعني, يعني الركلات الترجيحيه لاعب خايف ما يبي يشوت طيب يا كابتن كابتن انا اعتذر اذا خليته يشوت وبضيعها انا مش المدرب طيب العربي مع بدايه اول لعباته في كاس ولي العهد هزم القادسيه بخمس ركلات ترجيحيه ولا اروع بس ولكن بس من اللي شات من اللي شات من اللي شات ما شغل اي شوت لاعب لا 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 برضان لا فرصه يا شباب برضان يلي... اللي... شلون مالك شو... شغل شو... شو... وانت قاعد عبين... تجاوب يلي... يلي... خلنا نعطيك فوق... برضان ترى جو... لاعبين اللاعبين الخبره اللي عندهم ثقه كبيره وهم اللي سجلوا شوف انت ارجع للمباراه خبره يطقطق لما لا ارجع للمباراه شلون مشان بقول انت شو اللي تبي الملام الاول والاخير في هذه الركله الحاسمه وهي الركله الحرجه تعطيها لاعب ما وصل عمره 17 سنة ومنطلق بنجومية إن شاء الله في الكرة الكويتية شو المشكلة؟ ما أحسبه حساب ضياع الركلة وتأثيرها نفسيا على هذا اللاعب يا أخي بدر المطوع سدد عمره 17 يا سنة وحقق بطولة من, من ركلة جزاء يا بعد شبدي احنا نعيش وعمره 17 سنة وين المشكلة؟ الوضع هذا الحين في ظل النادي العربي محتاج إلى النجوم الصغار طيب ها وانا كان ودي ان افضل ان صفر يجيد تسديد ركلات الترجعية اكثر من بندر السلامه انا بقول لك الملام منه الجهاز الاداري المشرف على الفريق في هذه اللحظه المفروض كانوا يمنعون المدرب من انه يقول حق بندر السلام أوكي. انا هذا الركن في ظل بو. وجود احمد الصالح واحترف وكابتن المنتخب السوري احمد ابراهيم برضان برضان وسدد ركله جزاء مع القادسيه وهدد برضان برضان يعني اللاعب موجود في التشكيل ولعب بالمباراه يبقى اللاعب جاهز للتسديد مي. نعم بس لا بندر السلامه قدم قدم شوط صح. ولا اروع بأدوار هجوميه وادوار دفاعيه المدرب والجهاز الاداري حطوا بندر السلامه في وجه المدفع وهذه لها اثار نفسيه على بندر وان شاء الله اتمنى من الله انه يعني يعديها أنا, أنا وإن ما تاثر عليه انا ما وافق شلون؟ انا ما وافق انا, أبو أنا ممكن أنا ما اتقبلها لحظه وافق ما ما ليش اقول لك الركله الثالثه الحاسمه حرجه ما يخالف. انا اتقبلها من بندر بعد الخامسه مثل ما انت شفت الجزء هذا غيرك شاف الجزء الثاني غيري إن انا لاعب إن أنا في الملعب برافو حق حق بندر السلام يا كابتن على شخصيته لا وعلى لا. على على لاعب صغير 17 سنة يتمتع كبتل. بهذه أنا الشخصية أنا تبارك الله انا حلي بالشجاعة اللي تقدم هو تقدم بركلة الجزاء بس في ظل هروب احمد الصالح كابتن المنتخب السوري. احمد صالح يقول انا وأحمد جاهز احمد صالح يقول انا جاهز واحمد ابراهيم المدرب إيه واحمد ابراهيم ليش ما سدد؟ هذه مسؤولية الجهاز الإداري المفروض ما يخلون بندر السلامة يسدد هذه الركلة. وما احسب حساب اثارها طيب النفسيه طيب. عليه يعني مستقبلا وان شاء الله بندر السلام ما يتاثر بالشيء هذا أقول ويا بندر أوكي. انت من الناس المبدعة, الناس المبدعه طبعاً. انا هذا كلامي قاعد اقوله ليش تاثر نفسيا احنا ليش قاعد نسوي ضغط الا تاثر نفسيا إيه يا, لا يا بندر لا بالعكس لا. ليش الا نبي تاثر نفسيا بل انت وضاع صح اي لاعب بالدنيا ضيع بلنتي اللي ضيع قبل بندر محترف واللي ضيع بعد بندر كابتن الفريق صح. واللي ضيعه من نادي الكويت مهاجمنا الافضل ومحترف نادي الكويت اللي بقى اللي ابقى عليه الكويت اللي شاكر المحترفين وخلاه شنو المشكله ان بندر صحيح. ضيع ضيع صحيح. بلنتي شجاع تقدم لبلنتي وضيع ما الله وفقه بالبلنتي الله وفق حميد بدرجه نعم. عاليه نعم. جدا نعم. من يصد البلنتي الصعب هذا صحيح. وبلنتي جميل جدا بعد <applause> <اللي حالس تصفيق> عندي الفاصل عندي 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 بعد الفاصل ان شاء الله انا مو عندي, بالضرورة عندي, عندي عندي شغله فنيه لحراس المرمى مو بالضروره احنا بلد. نقول بندر لازم يتاثر نفسيا لا يبقى يتاثر لا نفسيا لانه خسر فريقه نعم ولا ضيع البلنتي لانه ضياع البلنتي والله خسر فريقي بالاخير بندر السلامه نعم. انك ما ساهمت بفوز الفريق نعم اما تاثر لان انت ابو بلنتي لا والله ارفع راسك والله بالعكس بالعكس انا انا واحد من الناس اضاعوك واي فتى اضاع من 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 الناس اللي زاد اعجابي بشكل كبير بشخصيه بندر ابو مساعد استمر استمر وقد لك العربي على ابراز لاعب مثل هاللاعب بندر السلامه بعد الفاصل اهلا بكم من جديد بروح لشاب كنكوني تالق اليوم حراس الفريقين القلاف حميد القلاف اللي طبعا توج فريقه ببطوله وهذا شيء كبير مستحق لكن ايضا عبد القفور اليوم قدم مستوى كبير وبدع طوال المباراه يعني الحراس كانوا مرعبين خاصه في ركلات الترجيح أبو خالد طبعا انا ابي انصف حراس المرمى كوني حارس مرمى يعني دائما حراس المرمى مهضوم حقهم في جميع الاحوال ولكن العامل الفني والنفسي لحراس المرمى هو سبب رئيسي بظهورهم بالمستوى الجيد في هذه البطولة بالذات قفور طول بطولة كأس ولي العهد صحيح. وهو كان مقدم مستوى ولا أروع صحيح آه مثل ما تعرف توفيق حارس المرمى <applause> وحارة حارس المرمى يعني لا ننسى نشيد حتى في مدربين حراس المرمى ابو خالد ترى صحيح الرتم العالي اللي يقدمونه في المنتخب مع كابتنهم كابتن سمير دشتي واللي يكمله مدرب حراس المرمى اللي هو محمد صيام بالعربي ومدرب نادي الكويت ترى لهم دور كبير في تصاعد رتم حراس المرمى يمكن يتفاوتون في العام الفني يعني تلقى هذا فنيا افضل هذا بكراته العالية افضل هذا وقفته افضل هذا سرعته افضل هذا حضوره الذهني افضل ففي الاخير يتم اختيار حارس المرمى بناء على ذلك ولكن العامل الفني اللي شفته أنا الصراحة والذهني والحضور الذهني اللي قدموه حراس المرمى اليوم يعني يحسب للمدربين. بتهيئتهم حراس المرمى بالشكل المطلوب ترى حتى مدرب الفريق ترى مدرب حراس المرمى له دور كبير في ايجابيه وحضور الذهني ترى لحارس المرمى داخل المرمى شهاب عنصر الخبره متواجد عند حميد وعند عند متواجد, متواجد عندهم شوف يعني انا بقول لك شغله قسم بالله احنا محسودين نعم. كره كويتيه نعم. ان عندنا حراس بهالقيمه هذه نضيف نعم. عليها خالد الرشيد انا انا, أنا. صراحه صراحه انا قاعد اشوف أنا. أنا. انا قاعد اشوف افضل في الوقت الحالي ما بي باكر يقولون لا لا انا انا بعددهم عندنا نقص في حراس المرمى في الوقت الحالي ولكن عندنا افضل خمس حراس مرمى في الوقت الحالي بالكويت والحمد لله ان عندنا خمس لان قبل في على ايامنا كان 14 نادي عندهم حراس صحيح. حتى في هيل عنده حارس حتى الساحل عنده حارس الجهرة عنده خيطان عنده حارس جميع الانديه ولكن في الوقت الحالي انا قاعد اشوف عندي خمس حراس مميزين اقدر اذكرهم يمكن الناس تزعل علي ولكن وجهة انا, أنا وجهه نظري اذكرهم عندي قفور حميد القلاف، عندي حسين كنكوني عندي خالد رشيدي عندي في الوقت الحالي حمد وصري انزين حمد محمد حمد وصري. طبعا احنا بنتكلم عن المنتخب انا بتكلم أوكي. ما بيتكلم عن ش... يعني حق حمد. المنتخب في الوقت الحالي قاعد يرد ويبرز مره ثانيه محمد آه عادي مال نادي السالمية فهذه تحسب نعم، احمد عادي, عادي. وهذه تحسب لجميع سؤالي. المدربين طبعا محمد هادي هم عندي سؤال لا ننسى محمد هادي هم يعني الامانه طيب. حراس حي لهم مكانتهم وثقلهم في حراسة المربع. القانون الجديد إيه؟ قانون انا اللي شفت اليوم عن كرة الجزاء، القانون الجديد صدق هو اللي اتاح لحميد وسلمان انه يصدون ركاة جزاء. شوف القانون الجديد انه ما يطلع ما ياخذ خطوه قبل الحراس رجل ثابت على المرمى روح خطوه ايه وروح زاويه صح صح, الحين لو تشوف انت حميد اليوم وسلمان دائما واقفين على الخط يعني من يشوت اللاعب بعدين يرتمون إنه يعني عندهم الجم قوي ولكن مشكله ان لاعبيننا ان دائما البلنتيات اللي انشاتت اللي صدوها اللاعبين الحراس دائما تحت لو فوق لو يروح نفس الزاويه <متحدث> ما يتحرك الأخ... يعني ما خطوة للأمام هذا انا يعني التكتيك اللي اللي وهذا وهذا اللي يحسب يحسب وهذه تحسب لهم هذه 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 ما يخالف بس بس هالنقطه اكلت انا بكجور انا بس هالنقطه اسمعني تقديرا للغترة والعقاب اسمعني برضه هذه تحسب لحراس المرمى ترى حتى حارس المرمى مهاره والله العظيم نعم بلنتي جايك حميد اللي صدى من آآ آآ علي الشمالي ما بيقول بندر سام علي, بن على عبد الله الشمالي بندل. تحسب له لانه اختار زاويه وتوقعها اصلا صح بلنتي سليمان عبد الغفور والله العظيم لما عادوا اكثر من مره سليمان عبد الغفور خلى سوسوكو يشوتها بالجهه اللي يبيها هو سليمان وهذه مهاره حارس مرمى حميد القلاف اليوم تفوق على نفسه <applause> خاصة في تصديه لكرة السنوسي في الدقيقة 82 هذه كانت تنهي المباراة هي 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 فرصة البطولة صحيح ولكن تصدى وانقذها، وإذا أتينا إلى الركلات الترجيحية شفنا عظمة حميد صد ثلاث ركلات ترجيحية من خمسة وأهدى كأس سمو ولي إلى نادي الكويت، وبذلك صحيح. هو رد على كل المشككين صحيح. الذين هاجموه في الفترة الأخيرة من الجماهير واللي على المدرج يتفرج والله صراحه خلص. حميد القلاف وعبد الغفور يعني اي طبعا الشهاده مفروغ للله. منه بيض الله جيكم على المستوى الكبير اللي قاعد تقدمونه واحنا ككره قدم كويتيه فرحانين بوجود هالكوكبه هذه قول قبل لا اروح تقرير الكويت أه طبعا اليوم مثل ما قاعد تقولون حراس اليوم نجوم المباراه صحيح أه حميد مو اليوم مو امس حميد حارس عملاق صار له سنوات طويله صحيح. حارس عملاق ويعني لا غبار عليه واي مقارنه ما تقلل من من الاخر أكيد. يعني انا الناس متقارن والله حميد ولا هذا ولا, ولا حميد ولا ممقارنة. غفور ولا غيره ولا غيره أيه؟ هذا اذا قال واحد فلان افضل ولا فلان افضل ما يقلل من الاخر هذا, هذا هو المنافس المباشر لي لازم اقارن بينكم يعني اقارن صحيح. بين منو منو صحيح. ما راح اقارن في مستوى حارس بعيد عنك لكن انا قاعد اتكلم حتى اعتقد انا اليوم مع الظاهر انتم مشيرين الى البطل اكثر من الفريق الخسران اللي سواه غفور اليوم مو حارس مرمى اللي سواه اليوم غفور اربع حراس مرمى داخل داخل تبارك يعني مع كامل احترامي حميد قدم مباراة رائعة جدا وختامها ختمها بثلاث بلنتيات اعتقد ثلاث بلنتيات هذا شيء, شيء يعني خيال شيء. بصراحة لكن ايضا غفور ترى اثنين مو ما يقل عنه صحيح. لكن اثناء المباراة انا اتكلم نادي الكويت فايز من زمان لولا سليمان عبد الغفور نعم. نادي الكويت فايز من زمان في المباراة نعم. من بداية يعني تبيها بأي يمكن الشوط الأول لأن الشوط صراحة كان ممل جدا ما في اي شيء يذكر من بدايه الشوط الثاني ونادي الكويت فايز بالمباراه وغفور يوقفهم وردوني يفوزون بالمباراه مره ثانيه وغفور يوقفهم هو اللي اعطى الروح والنعشه العرباويه القويه بانه يرد يهاجم وياخذ مرتده ويرد يتجرا مره اخرى بالهجوم ما شفنا احنا الفريق الفريق العربي ما هجم الا بعد صداد غفور صحيح شوف الجمهور شلون تحرك من مكانه اللي اللي يعني بغوا يهدون الملعب بسبب صداد احمد عبد الغفور الحماس حاش حتى الناس اللي ما لها اي علاقه بالفريقين بسبب عبد بسبب سليمان عبد الغفور يستاهل سليمان من انا بصراحه من صراحة. انا قلت لك حميد حارس عملاق لا غبار عليه ولا لا عبد الغفور يعني. لكن اللي قاعد يسويه عبد الغفور ما يصير حد اللي قاعد يسويه عبد الغفور يعني يمكن سبع عمالقه بعض يمكن يقدرون يسوون اللي قاعد يسويه انا قلت ارجع مره ثانيه احنا محظوظين وانا مالهوم لاعبين اللي سددوا ركلات الجزاء لما يشوفون حراس ترى شيء مرعب لما تشوف يعني بحجم حميد القلاف وحجم عبد الغفور. انا واحد من الناس انا اقول ناس يخوفون يخوفون في تسديد الركله. شوف طبعا نوقف هالفاصل ونرجع نكمل معاكم. اهلا بكم من جديد ونروح معاكم لتقريرنا جاهز. جاهز لنادي الكويت طبعا لقاء عدسه برنامج الثمانية 18 مع لاعبين نادي الكويت ومدربنا الوطني المتوج بلقب بطوله كاس سيدي سمو ولي العهد لكره القدم اخونا العزيز ومدربنا الوطني وليد نصار من جانب نادي الكويت نشوف معاكم هذا التقرير هل راح تطالب في مدافع محترف؟ والله شوف اذا بقول انا راح اطالب انا انا راح اطالب يوم شوف اليوم عانينا من الاصابات لذلك احنا راح نطالب ان شاء الله ولكن خلينا نقول اذا لحقنا على الفتره واحنا ما عندنا وقت يعني احنا مقبلين على على بطوله اسيويه فانا اعتقد يعني خلينا نقول ان شاء الله على حساب منو؟ على حساب منو راح يكون؟ ما اقدر اقول لك على حساب منو لان بصراحه اقول لك اياها لان اللاعبين قاعد يجيدون داخل الملعب، لذلك إحنا قاعدين نشوف إن الخلل اللي صار يمكن أوكي ما ما خلل عندنا خل أقول يجب يكون عندنا ملاعب معتاد آه هذه مباراة كؤوس آه كل اللي تحتاجه آه أنك يعني تقدم آه أداء آه يليق بالفريقين والله الحمد آه دائما آه البطولات آه يعني الكويت متعودة على البطولات إن شاء الله نقدم أداء آه أفضل إن شاء الله. لعبت بك شبال اليوم؟ اي والله لأن عندنا لاعب متعور. وبالعكس عادي يعني العب اي مكان على قراته ما اهم شيء ان نطلع بصوره زينه. مبارك النادي الكويت وجمهوره واداره ويمكن مباراه النهائي يمكن الفريق شوي ما يظهر بمستوى ونقول هذا لك النادي العربي قدام مباراه كبيره ومباراة النهائي الواحد يحتاج الفوز بأي طريقة الحمد لله حسبناها بضربات ترجيح اللهم لك الحمد على البطولة الغالية هذه ونهديها حق جماهيرنا الوفية عانيت من الشد اليوم أو شيء كنت إصابة أو شيء لا أه اللهم لك الحمد أه إصابتي مو إصابات أه عضلية ولا كدمات أه عانيت أه بعض من الدوخة نهاية أه الجيم الثاني الإضافي و أه وسخونة خفيفة مبروك الجماهير اللي حضرت هارد لك الجماهير العربي مبروك الجماهيرنا نادي الكويتي أه مبروك الاداره مبروك يا لاعبين قدرنا نحقق فتشير يرضي تطلعات هذه الجماهير ان شاء الله انه عازمين نحقق فتشير يرضيهم في القادم يعني كل كلكو... الكويت يعني اليوم عاني شوي في بعض الفترات الكلية. تعرف تعرف اغلب اللاعبين يعني احنا بعدنا بدايه اول مباراه يكون مع نادي كويتي ان شاء الله انه هنو... انه المباراه القادمه ما راح يعاني نادي كويت شو شت... توعد الجماهير ان شاء الله نوعدهم انه الكل القادم افضل جاهزيه بلنتيات توفيق من رب العالمين يعني الحمد لله يمكن لاعبينك برضه يا بنتيات عادي هذا شيء يمكن ما ياثر على اللاعب ولا ياثر على اي لاعب يمكن اليوم انا يعني يمكن لما ضيعت البلنتي يمكن صارت خيره يمكن حق حميد قلاف انه اي إن إن ياخذ البنتيات الباجية الحمد لله على كل حال وانا واحد من اللاعبين كنت أتوقع انه راح توصل لاشواط اضافيه لكن الحمد لله ما يصح الا صحيح تعودنا على الذهب واليوم الحمد لله قدرنا ناخذ البطوله ونفرح جمهورنا وفاتحه خير ان شاء الله قبل ملحق بطال اسيا باذن الله راح تشوفون احسن واحسن العميد الفتره الجايه. ما شاء الله فهد رد مستواه المعروف اللي كل الان يطالبون في المنتخب ان شاء الله. الحمد لله كنت جاهز انا فتره طويله ووصلت رسالتي للجميع لكن كنت محتاج الفرصه والحمد لله جاء الوقت اللي اثبت اني إن يعني انا موجود. زين وجود عدد كبير من المحترفين في نفس المراكز تقريبا يعني دافع لكم؟ اكيد دافع لنا وهذا شيء ترى زين والزين يفرض نفسه بالملعب وهو اللي راح يلعب. انت دائما زين يا باري. حبيبي. حبيبي يا اخوي. اهلا بكم من جديد ونبارك مره اخرى لنادي الكويت ونقول هاردك لنادي العربي مدربنا الوطني ويد نصار سالناه سؤال سريع هل نادي الكويت محتاج الى محترف مدافع مكان المستبعد عمر الميداني انا وجهه نظري نعم يحتاج ولا قصور في الموجودين كلهم لاعبين كبار ولاعبين منتخبات لكن انت يعني عندك كل الاماكن عندك متاح محترف يعني انك تتوقع مع محترف كمجمل كفريق يعني كامل اني يعني انا وجهه نظري ان الكويت محتاج مدافع قلب دفاع لان انا اشوف انه يمكن يوم وليد نصار في اخر الشوط الثاني لعب طريقه ثانيه واتوقع ان هذه الطريقه راح يمكن يعني راح يمشي عليها يعتمدها لقدام عليه. يعتمدها لقدام نعم لعب نعم. نعم. ثلاثه ورا زين فمحتاج انه يكون مع الثلاثه يعني مع الثلاثه يكون مدافع على الاقل احتياط حق الثلاثه هذيلا يعني الحين الكويت مستوفي الخمسه يعني اربع محترفين ويوسف ناصر خمسه وجمع مرفوع لا شيء بخامس <applause> <applause> يعني يعني يمكن يمكن يستغني عن أنا مدرب الفريق يقول انا محتاج مدافع وانه يجب ان يكون عندي مدافع إيه. قلبين الدفاع المنتخب الكويت لاعبين نادي الكويت إيه. وفوقهم الخبره حسين حاكم فانت إيه. تشوف وجهه نظرك ان نادي الكويت ما يحتاج اكيد اكيد انت قاعد اقول لك قلبين دفاع منتخب الكويت بما معناه ان افضل قلبين دفاع هل محليين موجودين بالكويت عند نادي الكويت هو هل متاح لهم ان فوقهم خامس حسين حاتم الخبره اذا إذا, 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 أعتبر إذا, اذا اعتبروا يوسف ناصر محلي اعتقد في محاولة إيه إيه إيه. على نفس أنا الشيء انا انا, أنا بعطيك على ذكر يعني يحسب يحسب لنادي الكويت نعم. يعني آه كنسلوا عقد علي الميداني انتم تطرقتوا واليوم موجود وياهم بالتتويج نعم. يعني الكل توقع صراحه هذه هذه رجال العميد بادارته قاعد يقدمون دروس مجانيه حق, حق كيفيه الاداره وشون التعامل مع اللاعبين المحليين منهم سواء او المحترفين شوفوا انهى ميداني تعاقده بالتراضي بينهم واليوم نشوف متواجد في منصه التتويج مع زملائه اللاعبين وايضا تصرف يحسب, يحسب, لهم احسب لهم. لهم سرعه التعامل عشان مع عشان المحترفين وقت. واحتياجات الولي وليد عشان نصار وقتي. عشان الكابتن وليد نصار واحتياجات الفريق نادر الكويت محتاج مدافع؟

يستاهل لا. لا. انا للعبة. انا بشوف لقطه سريعه بخليها للجانب محمد صالح وشاب كنكوني الجانب اللقطه بسرعه اعطوني اللقطه بسرعه شافي يا لا لا قاعد يبكي دموع يعني هذا الجو هذا الحماسه يا 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 يا. يعني تعرض ضغط كبير ترى شافي يعني ب... تكلمنا فيها بعد المباراه العظيم تكلمنا فيها بعد المباراه انا والجهاز فني واداري وقطاع البراعم عندنا في النادي قلنا هالروح هذه ما قاعد نحصلها في اغلب لاعبين لاعبين الكويتيين لما يكون محترف بهالطريقه ويبكي ومتحسر على خساره بطوله فهذا يدل على الاحترافيه اللي يملكها هذا اللاعب ونتمنى طبعا متقليلاً منهم اغلب اللاعبين ما عنده الحس اللي قاعد اشوفه بالشافي واتمنى ان شاء الله هل الاحساس اللي شافوه اغلب اللاعبين عند شافي ينتقل لبعض اللاعبين اللي لا مباليين في بعض الانديه اللي قاعد نشوفهم صراحه ودرس كبير شابي تشابي اكثر لاعب تعرض الى نقد في بدايه هي. الموسم نعم. شابي قالوا لاعب ما يصلح يكون النادي العربي شابي غير مركزه ولعب قلب دفاع اجاد في هالمركز شابي ظهر مم. بهذه الصوره الان بصوره ولا اروع كانه صح يلعب نادي العربي صار له 10 سنين انا اشهد ابو انا جايك اقول لك بالبدايه بالبدايه تشابي لما قاعد يلعب بخط النص نعم. ما كان مقدم المستوى اللي هو يعني لكن من بدايه تغيير مركزه شفنا تشافي حتى قبل يتغير مركزه بشيء قليل يعني بلعبات بسيطه ما كان مستوى عالي كفني داخل الملعب لكن تشوفه هو اللي ناجر الحكم وهو اللي يوجه ربعه هو اللي يتكلم الحكم <applause> لمن يحسب اي فاول يعتقد انه عكس مو مو لصالح العرب يروح دائما يتلقاه كانه كابتن فريق اصلا رجع قلب دفاع قدم مستوى ابهرنا بصراحه يعني ولاعب راكد لاعب متمكن وكذلك ايضا ها لا زال يحمس زملاء بالفريق ويروح ويتكلم الحكم ويناجر وكانه هو فعلا لاعب العربي مثل ما قلت من عشر سنوات بصراحة طريقته الاحترافيه مثل ما قال ابو احمد طريقته الاحترافيه اللي قاعد يلعب فيها بالنادي العربي كانه لاعب عرباوي من سنين ايضا في البدايه مجلس الاداره لما كانت بينه وبين المحترف المدافع تشافي آه اصر قال لا انا ابي اكمل عقدي ما ابي العقد بشيء في يناير، انا ابي اكمل عقدي وابي العب في النادي وراح اثبت نفسي. ففعلا اثبت نفسه بصراحه دخل قلوب العرباوية وقدم مستوى رائع يستحق عليه ونال أجاب يستحق عليه البقاء يعني يحسب المدرب يحسب المدرب بعد اللقطه الجميله طبعاً هذه طبعاً من شافي وتالق صراحه انا اكاد اجزم انه من اصول عربيه. شافي عشان لبست غتر عقاب ونسينا ايه. او تناسينا ان مبارك ايه. لنادي النصر العنابي فوزهم بالمركز الثالث بعد تفوقهم على فني في واخونا طبعا ناصر الهاجري اللي متواجد معانا دائما يعطيه الصحه والعافيه على الله ان شاء الله يا النصر باذن الله انا قبل لا اختم قبل اختم محمد صالح جريده الجريده والله. عنونت عنوان سريع حسين الموسوي على بعد خطوه صغيره من نادي السالمية 90% ذاهب إلى السالمية هذا لما كتبوها الجريدة أتوقع الحين راح نادي السالمية بكل أسف صراحة <applause> يعني بكل أسف أتوقع أن حسين يعني خلاص رسمي إن... ما هو موجود في النادي العربي يعني خسر العربي؟ من اللي خسر العربي؟ خسارة العربي خساره العربي انتقال حسين طبعاً خسارة مثل لاعب مثل حسين المسوي حسين المسوي روح أرباوية موجودة داخل الملعب نعم. وخارج الملعب حسين المسوي لاعب مؤثر حاليا مع كامل احترامي ابو اعتقد الحلقه اللي طافت سالتك وين حسين الموسوي قلت لك انا اشوفه حسين الموسوي داخل الملعب مو على المدرج يعني حسين بكل بساطه يبا احنا ليش نتكلم عن حسين العرباوي ويقولون عاطفه وغيره وغيره هداف الدوري السنه اللي طافت الله ينتقل لا لا. هذا الموسم يعني كمل نص موسم العربي ينتقل ليش؟ انا اقول العربي فقد حسين المسوي طيب. انا اقول لك طبعا, يعني طبعًا. يعني العربي لا. فقد حسين لا. وهذه مسؤوليه الجماهير والجمعيه العموميه يعني يحاسبون مجلس الاداره على هالتصرف هذا طيب. عساها تكون اعاره ويرجع مره ثانيه لبيت حسين المسوي اتمنى لابو علي لاعب من خيره لاعبينه واعتقد انه يعني أه انا ما كنت ودي اتمنى انه ينتقل من النادي العربي هو روح النادي العربي هذه ظروف كره كره القدم وكل الاحترام يا حسين الموسوي و... يا ابو يا حسين الموسوي هو روح النادي العربي والايام قادمه برصيت. مهما انت والايام قادمه حسين الموسوي بنظرنا كلنا عربي كل الشكر وعلي مقصيد بعد نسينا متواجدين معي طبعا اخوي العزيز محمد صالح مشكور ما قصرت شكرا لك شاب كوني مشكور يا ما قصرت من الوطني خالد احمد مشكور ما قصرت ابو خالد, خالد أه. يبي لك زياره ليونيك دشداشه بس صراحه خالد قسما <applause> بالله العظيم إيه. اليوم منور أه. مستاهل والله منور يا ابو رمضان اللوك حلو مشكور ما قصر الله حلو الحلو وكثير من المتابعين عندي قاعد يقولون خلي يستمر على هاللوك هذا <ثم> بس حاضرين وان شاء الله, الله راح تشوفوني بفروه الحلقه الجايه نلقاكم ان شاء الله على خير ان شاء الله يوم الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله مع زميلي عبد الله الله في حلقات جديده برنامجكم ال18 الكويتاويه ليله سعيده